حيث كانت الملجأ الوحيد لسكان هذه المناطق هروبا من ارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فصل الصيف. سعيد حريكة. أنا والد الضحية قصي بيوش اللي غرق في السمانة هذه، وهو الضحية رقم 12. نطلبوا يسمى، رحنا احنا مبادرة من الشعب، حاولنا نغلقوها باش ما تزيدش تحرق حتى أم ولا أب، والله نتمناه من ربه إن شاء الله يكون هو الأخير. ستة أكيد مأكدين، هذو نأكدهم لك، عشتهم أنا، حضرتهم أنا، وزوج قالوا لي كانين قبل، ولا ربما أكثر. لا، اللي طاح ما يمنعش، لا من اللي ما حضرش نهاره. شباب القرية اتخذوا هذا القرار، الدولة لا يوجد لا بلدية ولا ولاية بدون مساهمة أي شيء.